سيدي مرحبا. لا سيدي الشرفه ديال سيدي احمد وموسى ديال تازروال، سلاله تازروال، سيدي احمد وموسى المنطقه ديال تيزنيت، مولاي الطاهر يعالج امراض بومجوي بوزلوم بوصفير المريوح الابراس المكلفه امراض جلدي. بالنسبه نبداو معاك بوزلوم. بوزلوم نعم سيدي، كيكون هذاك هو سياتيك اللي كيقولوا ليه الطبا، في تروا مارك، كاين الماركه اللي كتشدك من الركبه الى القاع ديال سميتو ديالك ديال الدار ديالك، وكاين الماركه اللي كتشدك غير من الركبه الى القاع رجليك، وكيتحول كاين في حالات اللي كيتحول، يقدر يتحول لك من هاد الجي لهاد الجي، يقدر كيتحول في الرجل واحد نيست. حالات ديال مولاه كيكون عنده الاكتئاب، الاكتئاب هي نقص ديال الدم، كيستعمل شي حاجه اللي هي كتنقص الدم فاش كيوقع هذاك بوزلوم. وعندنا تقنين فيه حنا كنعالجوه باذن الله تعالى، كيبراو الناس كيبراو الناس. وعندنا بومجوي حتى هو الحاله ديالو كيكون عندك هنا في الكرش ديالك، كيكون واحد العرق هنا في الكرش ديالك كيطيح بحال الموري، ملي كيطيح هذاك العرق كيتسبع عندك بومجوي، كيسبب لك في الشهيه ديال الماكله ما كتكونش، وكيسبب لك في الكرش ديالك ديما مزير، ديما الكرش ديالك كيكون منفوخ، وكتصحابك انت عندك المعده ولا عندك النصران ولا عندك شي حاجه، والشهيه ديال الماكله ما كتكونش عندك، وبعض الحالات كيزمطك كيدير لك الزميط بحال النوع ديال الوجع. حنا كنعالجوا هذا كيكون في العيالات وكيكون في الرجال بزاف. بومجوي كيكون كيوقع في الحالات ديال الانسان كانوا ضاروا الجوع في واحد الوقت ماكلاش، واحد التوقيت كان نشدوا الجوع ماكلاش، يقدر يوقع عنده بومجوي. اولا حالات الا كان سخون كيشرب الماء بارد، شرب الماء بزاف بارد، ملي كيكون سخون كيشرب الماء بارد. هذا بوصفير عنده حالات، بوصفير عندنا حنا الميزان ديالو في الضفر ديال الصباع ديال هذا الصباع الاخراني، ملي كيكون مولاه الصباع الاخراني ما كيكونش فيه ريحه الدم، هذا كيكون عندنا حاله خطيره في البوصفير، خاص ضروري يكون عندنا فيه شويه ديال الدم. ملي كيكون كامل صفر مولاه كيدخل ليه الكبده كيكون حاله قاصحه 100% يبرى 90% ما يبراش، كيكون داخل الكبده كيكون ينشف ليك الكبده، ملي كيكون ينشف ليك الكبده ما كيمكنش ليك تهبط الكبده في الطبيعه ديالها، قليل العلاج ديالها قاصح بزاف. ماليها مالي بوصفير اللي كيكون عنده بوصفير في الدراري الصغار في العيالات في الرجال في النساء في الدريات في كل شيء، راه الضفر ديالو غير يجربوا من الدم، ما كاينش الدم راه عنده بوصفير بلا ما يقولهاش لي شي واحد، خاص يتكوى. بوصفير ما كيتعالج على طريق الطبيب ابدا، هو الطبيب ما كيعالجش لك بوصفير، كيقول لك عندك فقر الدم، كيعطيك شي علاج هامدي، شي علاج غير كيكالمك. حنا تعطينا هاد الشيء يا عمي، حنا السلاله ديالنا من الديبار عندنا الطبيب ابان على الجد، انا من نواحي ديال ادايه حربيه، سكنا ادايه حربيه جماعه ادايه دائره بويزاكر عمله قلمين مولاي الطاهر، وصل ادايه يقول لي مولاي الطاهر اللي كيعالج بوصفير، عندنا واحد العم كان يعالج بوصفير في تاغجيشت سميتو مولاي احمد، وعندنا واحد العامه دابا كتعالج دابا حاليا جلالة، وكتعالج هذه ديال الدراري الصغار اللي كطيح الدراري الصغار الحنجوره، وكتعمل بالعافيه وكتجبر دابا حاليا فدايه ديال ايد حربيه سميتها لاله كلثوم. كان شي واحد معني بهذا الامر ديال جلالة سميتها لاله كلثوم، يمشي تار بويزاكان ويشد الناقل ديالها داي موجود، ينزل في بويزاكان ويسول على الناقل ديالها داي راه موجود، وانا كندور على صعيد المغرب كامل، التليفون ديالي راه كاين على عبر سميتو السيري ديالي ديال لاكارت ديالي راه كاين على عبر البطاقه، كلشي كاين موجود، المواعيد زياره بموعد، ضروري تكون عندك زياره بموعد ديالك ماشي في الطيبا، حيت ما كيمكنش باش نوجهو كامل حنا الناس اللي كتعيط، والواحد كيخصك تعطيه الوقت ديالو فاش غتربحو. وملحبه حنا في الزاويه الاسماعيليه، هنا الزاولة الإسماعيلية راه عندنا فيها دابا عامين، مرحبا بالناس ديالها ومرحبا بالضياف ديالها ومرحبا بالزبانة ديالنا اللي عنده هاد الأمراض هادو،
كلشي امراض اخرى كتعالجهم نعم اسيدي امراض اخرى بحال امراض اخرى بحال جلديه بحال اسميتو بحال النصران الكبير كنعالجو حتى هو بحال الحجر ديال الكلاوي هو كنعطيو الدواء ديالو وكشفناه من عندنا حنا بحال اسميتو هذا اللي باش الراجل بحال الجلاله غادي نخرجوا الدواء ديالها كاين عندنا حنا دابا جلاله الفرد الصفوريه الحموريه البيضيه من العين بالغارانتي القرعه ديالها راه غتخرج للسوق حاليا في هذا الاسبوع هذه راه تخرج عندنا للسوق ومالي اللي معنيين بهذا الامر اتصلوا بنا من حبابيهم